حاليا متواجد في النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي مجتمع اجتماع طارئ بيدرسوا فيه الصار بيان بيوضح فيه موقف النادي الاهلي من اللي حصل النهارده. طبعا كان فيه مشادة حصلت ما بين المهندس محمود طاهر والمستشار مصطفى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه الانديه. طبعا المهندس محمود طاهر وجهه نظره ان هو ما كانش مسؤول عن اللي حصل النهارده، هو فوجئ بالاندفاع وبان المستشار مرتضى منصور بيشتبك معاه امام وزير الداخليه بدون ادنى ان هو ما وجه له كلام. هو كان بيعرض على وزير الداخليه رؤيته في تنظيم الدوري، ففوجئ طبعا المستشار مرتضى بيتدخل في الكلام واشتبك معاه بشكل طبعا ادى الى انسحاب وزير الداخليه. فهو الاجتماع شغال دلوقتي، يعني الظروف تجمعت اللي انا احضر الموقف من كافه الجوانب لان انا كنت متواجد برضه في اتحاد الكوره بغطي قرعه الدوري واجتماع لجنه الانديه. المستشار مرتضى منصور استدعى الصحفيين والاعلاميين، اتكلم في الاول طبعا عن اجتماع اللجنه والهدف منه طبعا ان هو بيع الانديه المتبقيه خارج تحالف الاهلي وبقيه الانديه اللي معاه السته لبيع الدوري اللي هي الانديه اللي لسه منها الزمالك وبقيه الانديه الاخرى ان هي تبيع وتسوق حقوق البث للقنوات الفضائيه. وتتطرق طبعا بالتالي برضو الى موضوع اللي حصل بينه وبين محمود طاهر. فوجئنا بان المستشار مرتضى منصور بيقول انا ما اتخانقتش معاه، انا ده مجرد اختلاف وجهات النظر. هو شايف ان هو لازم الجماهير تعود للمدرجات ويبقى ليها دور وان احنا نوصل معاها لاتفاق يحفظ حقوق جميع الاطراف. انا واخد اتجاه تاني ان دي انا شايف ان الالتراس تحديدا مجموعات من البلطجيه يجب ان هم يواجهوا وناخد الشكل القانوني في كده. اكد على الروايه اللي هو بيرددها واللي هو النادي الاهلي نفاها بوجود شهود من 4 لواءات كانوا حاضرين مباراه الاهلي والانتاج الحربي اللي المستشار مرتضى منصور بيتكلم عنها ان هي كانت خلالها تم اهانه توجيه اهانات الجيش والشرطه من قبل التراس الاهلي. وهو الامر طبعا اللي هو النادي الاهلي بيؤكد ان هو لم يحدث، وفي شهود طبعا غير الشهود اللي هو بيتعرف عليهم الصحفيين واعضاء النادي، في شهود ينتموا لهذه المؤسسات سواء كانت الجيش او الشرطه منهم كانوا قاعدين وشايفين يعني. وهو المهندس محمود طاهر قال لوزير الداخليه النهارده انا بطلب شهاده ال4 لواءات دول عشان يؤكدوا على ان احنا موقفنا سليم وان احنا لم نسمح للاطرس بان هم يهاجموا مؤسسات الدوله. وهو مأكد عليه المستشار برضه المهندس محمود طاهر كان من امبارح في زياره للاسكندريه واكد على ان هو بيكن كل تقدير واحترام لمؤسسات الدوله وان هو بيدعم وجود الدوله المصريه ومؤسساتها الامنيه سواء الجيش او الشرطه من اجل عوده الامن والامان للبلد، وان هو بيطالب الجماهير بعدم الاستدراج لاي حاجات فيها عنف او شغب. وبالتالي يعني المعنى متكامل في الصوره. وهو اجتماع مجلس الاداره الطارئ هيصدر عنه بيان هيوضح فيه موقف النادي الاهلي، وطبعا هيبقى فيه برضه توضيح لما حدث اليوم. والاهلي شايفه ان هو في سبيل تحقيق المصلحه والاستقرار لمنظومه كره القدم المصريه والرياضه المصريه بصفه عامه. بشكرك جدا احمد دخولي مراسلنا في